اهلا بكم يا جماعه من جديد وحلقه جديده في اسكان وعقارات. اهم حاجه نعمل مشاركه للفيديو وندوس اشتراك وندوس نعلم على الكل عشان يجي لنا كل جديد. النهارده هنتكلم يا جماعه في موضوع المستندات المطلوبه لحجز اسكان سكن مصر دار مصر جنه. ايه هي المستندات المطلوبه؟ جات لي كذا رساله عايزين نعرف ايه هي الاوراق اللي احنا نقدر نحجز بها. استاذ حسن، اول حاجه يا جماعه الاوراق المطلوبه، طبعا اول حاجه هنحمل استماره حجز وحده سكنيه من موقع التمويل العقاري. تمام يا جماعه، كده تحميل استماره من موقع التمويل العقاري، وبعد كده هنحملها ونكتب فيها البيانات بتاعتنا وهنرفقها مع الاوراق بعد ما نملاها. تاني حاجة يا جماعة، بعد كده هنجيب صورة من بطاقة الرقم القومي. بعد كده يا جماعة هنجيب شهادة بصافي الدخل السنوي، شهادة معتمدة ومختومة تمام من جهة العمل اللي احنا شغالين فيها، سواء حكومة، قطاع اعمال، قطاع خاص. تمام يا جماعة، واهم حاجه يكون في الشهاده مختومه بتاريخ جديد ومعتمده وما فيهاش اي حاجه ولا شطب ولا اي حاجه، تفيد بكل حاجه، وبيدخل السنوي بتاعك قد ايه والارباح قد ايه كل حاجه. تاني حاجه يا جماعه، شهاده الدخل تشمل كل حاجه، يعني المكافئات، الارباح، اي حاجه. بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية، الناس اللي شغالة في الجهات الحكومية هتعمل ايه؟ هتجيب ايه؟ طبعا هتجيب مستند معتمد من الجهة الحكومية اللي شغالة فيها، مختوم بختم النصف وبتاريخ جديد بصافي بصافي الدخل بتاعه، سواء شهري، سنوي، كل حاجة. بعد كده يا جماعة بقى العاملين بالقطاع الخاص، الناس اللي شغالة في القطاع الخاص برضو هتجيب ورق معتمد، برضو برنتي، برضو او شهادة دخل مكتوبة وممضية ومختومة بتاريخ جديد بالدخل بتاعه، بالصافي الدخل بتاعه في الشهر وفي السنة بكل حاجة. بالنسبة يا جماعة بقى للمهن الحرة، اللي هم الناس اللي هم شغالين مع نفسهم، المهن الحرة سواق، نجار كده، هجيب شهادة من محاسب قانوني معتمد. تمام يا جماعة، يجيب برضو صورة من السجل التجاري او من البطاقة الضريبية بتاعته. اوكي، ده بالنسبة للمهن الحرة والانشطة الحرفية. وبرضو ممكن يجيب صورة من التأمينات يحط فيها الاجر الاساسي قد ايه والتأمين قد ايه. بالنسبة يا جماعة بقى للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، هجيب بيانات معاش أو برنت تأمينات من المعاشات مختوم بتاريخ جديد. أوكي، برضو هنجيب برنت تأمينات برضو للأرامل وأصحاب المعاشات بتاريخ جديد يا جماعة، مفهوش أي شطب ولا أي حاجة. بالنسبة للمطلقة هتجيب مستند النفقة اللي هي بتقبضه، اللي هي بتحصل عليه المطلقة، برضو معتمد ومختوم، برضو اللي هي النفقة بتاعتها بتاخدها من المحكمة بقى، بتاخدها من اي حتمة تجيبها معتمدة ومختومة. برضو يحط عدد افراد الاسرة، يعني مثلا عندك اربعة، عندك ثلاثة، تحط عدد افراد الاسرة بالظبط. تمام يا جماعة، بنكتب واحدة واحدة اهوت وحاجة حاجة اهو. برضو هنرفق وثيقة الزواج، قسيمة الزواج او الطلاق او الوفاة بالنسبة للزوج او الزوج، الزوجة او الزوج. بعد كده هنجيب برضو شهادة ميلاد الابناء حديثة من السجل، شهادة ميلاد الابناء كلهم الحديثة من السجل المدني، تكون برضو مكتومة ومعتمدة. طبعا يا جماعه كل حاجه هيجيبها صوره وليس اصل، عشان ما فيش حاجه تضيع والاخر يقول لك انا باعت اصل ومش اصل،
اي اوراق تبعت صورة هترفقها في على الموقع التمويل العقاري، تمام؟ وبرضو هنجيب قيد عائلي، نعمل قيد عائلي يا جماعة، برضو من السجل المدني، هنعمل قيد عائلي وميكن من السجل المدني. بعد كده هنجيب ايصال مرافق، غاز، كهرباء، ميه، بس اهم حاجه في ايصال المرافق يكون حديث، ما يكونش من سنه مثلا او من سنتين، حاجه خلال الشهر ده، شهر 7 مثلا احنا فيه، شهر 6 بكتير قوي. غاز، كهرباء، ميه، تليفون، كل حاجه تبقى معتمده كده يا جماعه. يا جماعة لو تم الحجز قبل كده لأي حد في أي إسكان اجتماعي برضه يكتب الكلام دوت ويجيب المستند إن هو سحب الفلوس وما استفادش بأي حاجة، تمام؟ بعد كده يا جماعة خلاص كده خلصنا اللي هم 7 شروط اللي هم الأوراق المطلوبة منك، 7 حاجات، تمام؟ نقولهم تاني، هنجيب استمارة بتاعت الحجز، هنجيبها من الموقع التمويل العقاري، هننزلها ونكتب الخط الكويس ونكتب اللي فيها ونرفقها تاني مع الأوراق. بعد كده هنجيب صورة البطاقة رقم قومي، شهادة بإثبات الدخل السنوي للأعزب والزوجة والأفراد الأسرة كلها، تمام؟ ومترخة من جهة العمل، ونجيب برضو أي مستند برضو بصفة الدخل، إذا كان عندك أملاك زراعية، عقارات، أراضي، أسندات، شهادات الدخار، أي حاجة برضو تكتبها. بالنسبة بقى للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، يجيب شهادة معتمدة من الشغل عنده بصفة الدخل بتاعه السنة والشهر والأرباح وكل حاجة معتمدة وبتاريخ جديد. برضو القطاع الخاص نفس الحكاية زي الحكومة، برضو بصفة الدخل الأساسي، بيانات معتمدة برضو والدخل السنة والشهر وكل حاجة. أما أصحاب المهن الحرة يجيب شهادة من محاسب قانوني يا جماعة، شهادة من محاسب قانوني معتمد، يكتب له فيه ده صفة الدخل الشهر بتاعه وموضحة بمتقدم، وصورة من السجل التجاري أو بطاقة ضريبية لأصحاب المهن الحرة، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، أو شهادة من التأمينات الاجتماعية، ويكتب له في الشهادة شغلته إيه والأجر قد إيه. بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات هيجيب برضو برنت تأمينات من المعاشات، أو تجيب برنت مستند النفقة اللي بتحصل عليها مطلقة. بعد كده يا جماعة هنجيب صور شهادة الميلاد للأولاد من السجل التجاري، وقيد عائلي برضو ممكن من السجل التجاري، وهنجيب برضو إيصال مرافق، غاز وكهرباء ومية، بس ده المطلوب منكم. عايزين بقى يا جماعة نعمل مشاركة للفيديو ونعمل 100,000 لايك للفيديو عشان الكل يستفيد. يا ريت نفعل بقى الجرس وندوس اشتراك ونخلي الفيديو عشان الكل يستفيد منه. وشكرا يا جماعة، واي حاجة اكتبولي برضو في التعليقات وانا هرد عليكم. شكرا، مع السلامة.